نروح ونكمل برضو أخبارنا. إحنا كنا امبارح أثناء ما كان معانا وزير القوى العاملة كان في استغاثة الحقيقة من أحد الأعضاء مجلس النواب في مينيا القمح الشرقية بخصوص العقار طبعا اللي انهار هناك، وعرفنا إن هو 6 أدوار 12 شقة، فكانت كارثة كبيرة. وكان بيتكلم على إنه والله الإمكانيات لا تسمح بالإنقاذ، وكان في مناشدة كمان للقوات المسلحة بالتدخل. في تطورات في الموضوع ده، ووزير التنمية المحلية طبعا علق على المسألة وتفقد الوضع، والحقيقة يمكن الكل كان موجود امبارح في مكان الحادث، سواء كنا بنتكلم على محافظ الشرقية أو على مدير الأمن، فعلشان يتابعوا الموقف أول بأول. وإحنا طبعا بنتابع صور مأساوية، وهيكون في تحقيق في المسألة دي، لأنه كان في عمارة تانية بتتبني جنب العمارة دي، وعلى يعني مسافة تحت الأرض كبيرة جدا، فأثرت على أساس العمارة اللي انهارت. فالمهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه دكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه يتابع الأوضاع الحالية لأهالي وضحايا العقار المنهار في مينيا القمح خلال زيارته للمحافظة، وأنه يرفع له تقرير عن الوضع والمباني المخالفة ومحاسبة المخطئين. أما وزارة الصحة والسكان طلعت بيان قالت فيه أن حصيلة ضحايا حادث انهيار العقار هم 6 مصابين وحالتين وفاة، الكلام ده لغاية النهاردة الظهر. نعرف الوضع ايه النهارده وايه الجديد اللي حصل في المساله دي. سياده المحافظ اللواء خالد سعيد محافظ الشرقيه معانا على التليفون. سياده المحافظ برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا سياده المحافظ. يعني اولا ايه الوضع بالنسبه للمصابين المتوفين، الارقام ايه، ويعني هل جهود الانقاذ ما زالت مستمره ولا توقفت امبارح؟ لا يا فندم، منذ انهيار العقار ومنذ انضمام الحماية المدنية وجهاز المحافظة التنفيذية والإجراءات لسه متخذة بشأن رفع مخلفات العقار ما توقفتش لحظة واحدة. احنا موجودين هنا بعد ما جالنا البلاغ تمام، احنا والاجهزه التنفيذيه بالكامل من امبارح لسه موجودين في موقع الحادث. يعني يا فندم في موقع الحادث احنا لم نغادر من امبارح بالليل، من بعد ما انضمينا وجات لنا الاشاره وجينا هنا لم نغادر المكان لمده دقيقه واحده. تمام. والجهود مستمره طبعا، احنا بدانا بالحمايه المدنيه طبقا لتسلسل عملها. تمام، بدات المرحله الاولى ليها بالانقاذ، ان هي عن طريق فتحات عشان الناس اللي كانوا على قيد الحياه، فتحات قبل ما ندخل معدات الثقيله. ولما انتهت المرحله دي حضرتك برضه بمساعده الكلاب البوليسيه وبتاع الكلام ده قدرنا نخرج 5 حالات من تحت الاغصان. 3 كانوا مصابين وتم نقلهم للمستشفى واسعافهم وخرجوا النهارده الصبح بالفعل. تمام، واثنين كانوا في متوفين، طفله عندها 10 سنوات وطفله عندها 12 سنه. تمام، ثم بدات كده بعد كده المعدات الثقيله بتاعت المحافظه وبالتنسيق مع القوات المسلحه تبعت لنا ونش برضه موجود معانا، وبالتعاون مع وزاره الري برضه فيها وناش انضمت علينا، وشغالين في رفع المخلفات العقار، لان العقار هو عباره عن مبنى دور ارضي 5 ادوار، كان مترخص له تمام 3 ادوار بخلاف الدور الارضي. فدي في دورين مخالفين. بنى بالمخالفه للقانون 2 دورين، دور من سنه تقريبا من حوالي شهرين كده. تمام، ده اثر طبعا على سوق العقار. وبعدين في قطعة ارض ملاصقه للعقار، لما جه حضرتك صاحب قطعة الارض دي ابتدى حفر فيها لانه طلع رخصه من مجلس المدينه يبقى دورهم دور ارض و4 ادوار علويه. لما جه يبدا العمل في قطعة الارض دي تمام حفر وبدا يحط قواعد في الارض، وحقيقه برضو القواعد لما احنا شكلنا لجنه هندسيه وبصينا على القواعد وبصينا على قيمه منسوب الحفر لقينا برضو مش ملتزم بالنسب القانونيه فيها بالعمق المفروض. تمام؟ فاصبح الحفر بالاضافه للدورين يعني الاثنين مخالفين. بالظبط، ده ادى لتخلخل التربه وبالتالي الاساسات بتاعت العقار انهارت، فحصل انهيار للمبنى بشكل راسي من الدور الخامس حتى الدور الارضي. كل الكلام ده بقى سياده المحافظ يستوجب المساءله والتحقيق.
ان الناس واخده رخصه بحاجه وعملت حاجه ثانيه. احنا حضرتك اول حاجه عملناها امبارح ان احنا شفنا لجنه هندسيه بسرعه كده لفينا على العقارات اللي موجوده في المنطقه بقى الجار للعقار عشان نشوف النهارده هل العقار ده اثر عليها ولا لا. وبالفعل كان عندنا شك في عماره مجاوره احنا اخلناها فعلا من السكان ووفرنا لهم المكان البديل لغايه ما جبنا لجنه هندسيه النهارده من على اعلى مستوى شافت كل العقارات المحيطه بالعقار ده وتاكدنا من سلامتها تماما. تمام. بالنسبه لصاحب الارض اللي هو حفر تمام، احنا صاحب الارض والناس اللي اشتغلت بالبوادر فيه والمهندس المشرف والمقاول دول تم احالتهم بالنيابه العامه. بالنسبه للادوار المخالفه المحيطه بالعقار في والدورين المخالفين احنا حولنا نائب رئيس مجلس المدينه والمشرف على اعمال هندسيه ومدير الاداره الهندسيه ومدير عام التنفيذ في الاداره الهندسيه والمدير في الاشراف للنيابه العامه مع وقفهم لمده 3 شهور لحين موضوعهم التحقيق معاهم في النيابه العامه. طيب تمام يا سياده المحافظ، شكرا جزيلا سياده المحافظ اللواء خالد سعيد محافظ الشرقيه. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع اخبار.